سوف أنقل لكم من الواقع المعاصر أمور تعرفها أنت في بيتك وتسمع بها وتراها رأي العين. لكن الناس اليوم يقولوا التوحيد توحيد توحيد، الناس وصلوا القمر وأنتم توحيد، وأنت لا وصلت القمر ولا تعلمت التوحيد، صحيح ولا مو صحيح؟ ها؟ الأمة بحاجة إلى التوحيد، الأنبياء بدأوا بالتوحيد وختموا بالتوحيد. فإن قلت جاءوا إلى ناس مشركين، من قال لك؟ هذا نبي الله يعقوب وفي سكرات الموت وأبناؤه أنبياء وحياته كلها قضاها في التوحيد، ومع ذلك يقرر التوحيد لأبنائه في سكرات الموت. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الآية. طيب نأخذ مثال ثالث. العرب قديما إذا رأت بومة أو سمعت صوت البومة تشاءمت. يا جماعة، رأيت بومة، رأيت دجاجة، رأيت فيل، رأيت ديك، ما دخلوا في أقدار الله عز وجل؟ أجيبوا، هذا الاعتقاد أن رؤية هذا الشيء سببا للتصرف بالكون وجلب نفع أو دفع ضرر، هذا هو الشرك بعينه. بقي أكبر أو أصغر كما قلنا لكم، حسب في النهاية نفصل في ذكر الفوائد. الآن انتهينا من القديم، نأتي للواقع المعاصر. الواحد إذا خرج الصباح الفجر مبكر رأى رجل أعور، قال الله يعطيني خير هذا اليوم، رأيت رجل أعور. يا جماعة، رأيت رجل أعور، رأيت رجل بعينين، رأيت رجل بعشر عيون، ما دخلوا في أقدار الله عز وجل؟ ها أجيبوا، له دخل في أقدار الله؟ هل له دخل في جلب نفع لك بذلك اليوم؟ اعتقادك هذا الأمر أنه يسبب لك مشكلة، هذا هو الشرك بعينه. نأخذ مثال آخر. في بعض الدول الأفريقية وفي بعض دول شرق آسيا وغيرها، ليس في كل البلاد، يعلقون خيوطا سوداء ذات عقد يبيعها عليهم شيوخ السوق من المتصوفة. وكان هناك احدى الدعاة في افريقيا في احدى القرى، فرأى كثرة الاطفال المعلقة عليهم الخيط الاسود بعقد، فاثناء المحاضرة امسك بطفل وقال لمن هذا الطفل؟ قالت جدته، أنا جدته. قال لماذا هذا الخيط الأسود؟ قالت هذا عمل لي الحجاب، يسمونه الحجاب، يمنع العين والحسد. فكان بيد هذا الداعية شاحن أسود، سلك أسود حق الشاحن، فوضعه على رقبته وقال للناس يا جماعة هذا الشاحن الأسود يمنع العين والحسد والأمراض كلها. فقالت العجوز يا شيخ كيف هذا سلك أسود يمنع العين والحسد؟ فقال لا، وش معنى خيطك الأسود يمنع العين والحسد وهذا السلك ما يمنع العين إيش والحسد؟ الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين إيش، بين متناقضين، بل هذا السلك الشاحن ربما ينفع إذا 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 خلص المحمول تبعك ربما ينفعك، أما هذا الخيط لا ينفع ولا يضر. في قرية أخرى يقول هذا الداعية، رأيت غالبا النساء والرجال يلبسون قميص يخاط باليد من ورق الشجر. فقال قلت لأهل القرية قبل المحاضرة، ما شاء الله تبارك الله، هذا زي القميص هذا؟ فقالوا لا، هذا زي وطني، لأنه لاحظ أغلب النساء والرجال. قالوا لا، هذا يخاط من ورق الشجر وهو يجلب الحظ. ما شاء الله تبارك الله، قطعة قماش تجلب الحظ. فأمسك بهذا القميص أمام الناس المحاضرة وقال لهم لو قطعت هذا القميص إلى قطع بالسكين هل يدفع عن نفسه الضرر؟ قالوا لا. لو أحرقته يهرب يدافع عن نفسه؟ قالوا لا. يا جماعة، قطعة خرقة قماش لم تجلب لنفسها النفع ولم تدفع عن نفسها الضرر، كيف تجلب لك الحظ على الحظ هذا الحظ؟
واضح. طيب هذه قصة حدثت في بلادنا وقبل 35 عاما، ولا أقول لك أني حدثت بها، والله وبالله وتالله أنا في بيت من بيوت الله كنت أحد شهودها وأحد أطراف هذه القصة. ظهر في بلدة بحرة بين مكة وجدة تيس، يدر شيئا من الحليب، يقول الأطباء البيطريين أنه خنثى مشكل كما يوجد في بعض البشر. انتشر بين الناس أن حليب التيس يشفي المريض والكسيح ويرزق الذي ما عنده أولاد، فجاء بعض الناس من مناطق مختلفة ورابطوا وعكفوا، لاحظوا عكوف زي ما قال في الحديث، عكفوا شجرة يعكفون عليه جسد، كل واحد ينتظر 3 قطرات من التيس 4 قطرات حتى المريض يشفى واللي ما عنده أولاد يرزق أولاد. صدر أمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بذبح التيس، وتم ذبح التيس على الطريقة الإسلامية والحمد لله. بعض الناس يقول إيش دخل المفتي بتيس؟ سبحان الله، الناس تركت الله في السماء الذي يرزق من يشاء ذكور ويرزق من يشاء إناثا ويرزق العقيم ويشفي المريض والكسيح والأعمى، وطلبوه من إيش؟ من تيس. في دولة خليجية عربية مجاورة لنا اعتاد رجل أن يذبح خروفا كل سنة في 1 ذي الحجة لرجل معظم عنده. في تلك السنة قال لا، أأخر ذبح هذا الخروف إلى يوم 10 حتى يصبح أضحية وعن هذا الرجل المعظم. وفي الليل رأى رؤيا أن هذا الرجل المعظم عنده، قال له لماذا لم تذبح لي هذا الخروف؟ فطعن الخروف في إذنه رؤيا. فلما قام الصباح وجد أن الخروف ينزف دم، فشاعت هذه القصة، فجاء الناس وضربوا له أكباد الإبل يتبركون به. والله بعيني رأيته في 2 قنوات، وضع هذا الخروف في صندوق والناس تتمسح به، والخروف حاط رجل على رجل مبسوط، الناس تتبرك به وأصبح مشهور، ولا يعلم الخروف لماذا الناس تتمسح به. لو الله أعطى عقل يا جماعة خروف تتمسح به تطلب منه جلب نفع أو دفع ضرر، هذا هو الشرك. إيش الشرك بعينه؟ طيب أضرب آخر مثال ثم أنقل لكم من أقوال أهل العلم كلاما عظيما في هذا الحديث قبل أن ننتقل ونختم هذا المجلس بفوائد سريعة حول الحديث بعد قراءته من القارئ. قبل تقريبا 6 أشهر في دولة أفريقية عربية ذهب 3 رجال إلى ضريح مشهور في تلك المنطقة، وهذه القصة موجودة حتى في وسائل التواصل الاجتماعي، وقابلت بعض من أهل البلدة. فذهبوا 3 إلى ذلك الضريح يريدون أن يتبركوا بتراب ذلك الضريح. يا جماعة لما دخلت الأيدي إلى التراب، الأول أخرج يده وقال وخزني شيئا، ثم سبحان الله انفجر الدم من أنفه ومن فمه ومن أذنه ومات على الفور. الثاني يقال جلس دقائق ثم مات. الثالث مات قبل الوصول المستشفى. طبعا خرج، وأنا قرأت هذه، طبيب مختص في نفس المنطقة قال هذا نوع من الثعابين مشتهر في المنطقة يسمونه الثعبان الأسود، سمه قاتل، ولذلك اللي أخذ النسعة الأولى مات مباشرة لأنه أخذ السم الأكبر، والثاني بعده أخذ النسعة الثانية، والثالث أخذ النسعة الثالثة. يا جماعة تراب، تراب ماذا يرجى منه؟ تراب قبر ماذا يرجى إيش؟ ماذا يرجى منه؟